السلام عليكم. قبل ما ابدا المقطع باخذ من وقتك بس نص دقيقه بوضح نقطتين مهمه وبعدين نبدا ان شاء الله. اول حاجه، انا ليش انزل واقطع وارجع تاني؟ هو السبب انه انا عشان الجامعه عندي في يعني ضغط وكذا، فما اقدر انزل طول الوقت، فهذا السبب ان انا اقطع وارجع واقطع وارجع على ذا المنوال. لكن ان شاء الله المره هذه يعني بحاول اقلل من الشيء ده. تاني حاجه، الكاميرا زي ما انتم شايفين وجهي طالع الآن، وشايفين في الاوبيس انا دوب يعني متعلم على الاوبيس، وحوسه اصلا ضاعت مني 3 من 4 ايام عشان اضبط الاشياء اللي فيه، واجهتني مشاكل وكذا، لكن ما علينا. فجبت الكاميرا وان شاء الله دحين هيبدأ يعني التصوير يكون افضل، ده من وجهي طلع وصرتوا تشوفوني يعني، وتشوف ردة فعلي مع المقطع افضل منك تتفرج تختيم وما يكون في يعني ردة فعل تسمع بالصوت. احس يعني حاجة يعني ما عاد صارت يعني كويسة الآن في الفترة اللي احنا فيها، لأنه كل ال أو أغلب اليوتيوبر صاروا يطلعوا وجيههم ويوريك ردة فعله معاه، فتحس إن أنت مندمج معاه في المشاهدة. فما بطول يعني، خلينا أديكم كذا آخر حاجة عشان نبدأ إن شاء الله. بالنسبة للتختيم، أنا ما نزلت تختيم لكن أنا ختمت اللعبة وعندي كل شيء فالحمد لله. يعني إيش اللي بسويه الآن؟ أبلع الطور ده في المقطع ده إن شاء الله في مود انا كنت مستنيه اصلا. انا الطور ده ما يهمني، لكن انا مستني مود فيه اللي هو يسحب الشخصيات اللي فيه موجوده ويحطوها في التختيم ان شاء الله. اول ما ينزل المود راح اسحب شخصيه كراوزر واحطها في التختيم وانزل عنها تختيم، يصير يعني انا ما ختمت بليون، لا ختم بكراوزر دحين، يصير كده تختيم رهيب يعني، حاجه جديده وبتحدي كمان ان شاء الله. بالنسبه لل هذا الطور المنتزقه، في شخصيه انا انقهرت ان ما حطوها، بس ممكن ايش ينزلوها مستقبلا، لانه ايش ايده ما هي موجوده، هو ويسكر اللي انا قاعد اتكلم عنه، لانه ايده ما هي موجوده مستحيل مستحيل ما راح يجيبوها، يعني لازم يجيبوها، حينزل دي ال سي بعدين يمكن بفلوس الله اعلم، وحينزل مع ويسكر. فانا اصلا المود ده كنت مستنيه لويسكر مو لكراوزر، فمو مشكله خلينا نبدا الان ان شاء الله. اول ما ينزل المود راح ابدا بكراوزر، واذا جاء ويسكر حنزل على ويسكر ان شاء الله. خلينا نبدا. طيب خلينا نخش هذا طبعا متزقة، بس دقيقة عدي لل ايوه ايش هذا؟ غريب اوه، انا ما شفت والله ايش هذا؟ عليك تحقيق التصنيف ايه او اعلى مثل ليون؟ ايش مثل ليون؟ قصده يمكن في ليون، انا بلعب ليون. اه في اي مرحلة للفتح؟ هذا أظن لازم أفك أول شيء لويس بعدين يقول لي كراوزر. طيب يلا بينا. إذا في انعكاس معلش أنا أحاول أعدله يعني عشان الإضاءة مو مرة كثير. بسم الله. طيب بسم الله نبدأ. إيه رجعوا له الليزر. انتبه انا مدرب ترى، ماني جاي مدرب انا. تعال تعال تعال. يلا لا تشرد، موت 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 موت. لا لا اوه بو 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 باب باب باب. لا يا ابن ال ايوه يا اخي ليه كم ابوي كيف كذا؟ والله استخدمته في وقت غلط. لا يا ابويا
هذا بوالو طلقة كذا. وش ما موت هذول كذا زي من عارف ايش ال ال ايستا ها؟ تعال غرط لي تعال يقول لك ايستا غرط له ما ادري ايش يقول له. لا لا اموت يا عمي ايش هرجتهم دول؟ ايوه دبل اوه هذا ايش جابه ده؟ ايوه اه حبيبي ليون ايش بوقوه هنا؟ والله لو خلوا ليون زي كذا بالترتيب يكون افضل. ايش هذا وقت الوقت؟ من فين اجيب وقت؟ لا 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 هذا ما ينفع لا. استنى 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 ارمه. ولا اسحبهم على جهة وقت عشان ما يغلق عليها الوقت. هذا لازم ابيع. تا 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 هذا وقته اهو. هي ما اقدر اخذ. لا لا الكومبو 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 الكومبو. تعال روح علي تعال تعال بسرعه تعال. اصلا كل ما وصلت كومبو اعلى ليه ما اقدر اخذه؟ يهو اليوم فجأة صار ويسكر هنا ما ادري ايش ده عجيب والله. تعال تعال غرط له تعال يا حبيبي. لا لا تعمل لا 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 خذ انت وخذ خذ بس كذا. اما ما في وقت ايش هذا؟ انا لازم اخذ الوقت. هذا مقفل علي يعني ولا ايش؟ لا لا هذه شغلة دي ما ينفع كذا لازم تاخي. لازم الاقي وقت ما ينفع كذا ما هقدر. يمكن الوقت اللي كان هناك يا ولد بعد موت. هذا فك ده عجيب شو لك فين هاي ورطوني دحين يا الله. لا 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 ايوه شي الوقت 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 تعال 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 يا
لا 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 اموت، لا اموت، لا اموت، لا اموت. بخاخ ولا بخاخ؟ خلاص دم دمي قليل، بخاخ استغله. ما ينفع كذا، رصاص قليل. تعالوا جوا، تعالوا جوا. هذا بصهم ده، انا من اول قاعد يضربني. حري امه كانت. ها رصاص، لا 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 يا ابن الكلب انت، هو لا 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 هيا تفضل. ايوه 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 كده تمام، كده تمام. عجيب. كويس والله اني ما اخذت النبتة. اوه بعيد عنا انا، فكي انا. هذا حركات ضيعوا لي كومبو والله. لو تعال تعال، ايوه قطعوا في بعض، قطعوا في بعض والله فشختوا. قنبلة هنا. ماتت واحدة. ها انت كيف حالك طيب؟ انقلع بس اسوي اللي فيها. ول 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 هذول واحدة كذا وانتهينا منهم. ياب هذه ما تموت دي ولا ايه؟ بس ولا عليكي. ياهو خلاص. هذا دول مجانين دول. 600 يلا موتي تعالى. والله انا بقيت اموت معاهم. الحق الحق الحق، دمي دمي دمي. اوه اوه يا ابوي انقلع، روح انقلع. لا 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 يا شيخ الله انت حينكم على ام القرف حقكم ده. بقيلي شوية واجيب ال 600. حقين القنابل والله دول مفيدين بشكل. يزيدني وقت لما نط. كان انت الله متحنك هنا انقلع. هاي بقول لك تفضل، قلت اتخيل. دقيقة هذا الميجا وقت كذا. ابو شنيور تعال تعال. ول 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 وشاني والله يا حبيب. لا 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 لا، الوقت 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 يا رب في وقت، يا رب في وقت. لا 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 لا، هذه ما تبعد كمان. ايش ايش وضع الفوضى؟ دقيقة ايش هذا يا ود؟ وضع الفوضى ده مجرم شكله.
لازم اقتلهم، لازم اقتلهم باقل تكلفه. لازم انقلع وجع في وجهك. لا 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 لا، مو وقتك مو وقتك، بعد بعد بسرعه. هذول اقوى من العادي. هذا ما يموت؟ انقلع، انا ابغى اوفر هذا. ايوه الان كذا اظن انا جبت الرانك العالي. يا ابويا شو المصري ذا؟ ولا قول السكاكين. الله يا شيخ انقلع موت بس. يعني انا كيف لما هذه ما تنصد الضرب انا كيف اعدي منها؟ والله يا حاجه دي لما هي ما تنصد الوقت هذا اللي فوق انا ما عارف متى يفك. الله لا يوفقكم يا شيخ. على وقته مقفل ماني فاهم ايش فائدته. عجيب غلقت اللعبة. يلا كويس جبت الاسمات. اخيرا اخيرا تمت اضافة لويس. عجيب. الى القلعة، الى قائمة مراحل. هل تريد تسجيل نتيجتك في قائمة المتصدرين؟ سجل يا وحش. جاي طب كراوزر دحين كيف اشوفه؟ عليك تحقيق تصنيف A أو أعلى مثل لويس في أي مرحلة. عجيب يا شيخ عجيب. اس بس دقيقة والله هذه. طيب هذا المقطع حخليه بس لليون، والمقطع الجاي إن شاء الله حخليه لويس. حينزل دحين يعني قريب، يعني ما حنزل متأخر المقطع الجاي. خلي الأول لليون، إن شاء الله الثاني لويس، الثالث لكراوزر، أو يمكن الثاني خاص، الثاني لويس وكراوزر عشان ما أطول وقت. يعني الثاني أخلي فيه لويس كراوزر. صار اول ده خلينا كده نوقف على اليون عشان مقطع لا يطول، وكمان اول مقطع يعني بالكاميرا وكذا. ولا تنسى لايك واشتراك. انا ما اعرف اقولها دي دائما اهنيك فيها يا عم، حط لايك واشتراك.